بالنسبه ليفينمون ديال اليوم الحمد لله كان ممتاز ك لي زيفينمون اللي دازو في لا توش غالري. يعني حتى الجمهور ديالنا الحمد لله كان يعني الحضور ديال الناس عدد كبير بزاف. وبالنسبه لي زارتيست انا بعدا جد سعيد المستوى اللي داير بينا هنايا كبانتور ما بين الناس مبتدئين ومتوسطين وحتى اللي ديجا بادين لا كارير ديالهم. وبالنسبه لا غالري هاد النسخه الثالثه هذه حاولنا نخدموا على جماليه الاختلاف بجميع المعاني ديالها واختلاف ديال المدارس الفنيه لي كورون ارتستيك وحتى اختلاف ديال يعني نقولوا لي بروفيل اللي خدمنا معاهم ديال لي زارتيست بانتر اللي خدمنا معاهم وحتى لي زارتيست فوتوغراف وكفنان تشكيلي. يعني الحمد لله اليوم جيت باعمال جديده من بعد التوقف من 2016 في اخر اكسبوزيسيون ديالي في باريس بعمل جديد ومختلف. وبيان سور لا ريشيرش يعني راه سنوات حنا كنبحثوا يعني في لا بانتور ديالنا بالنسبه للكومبوزيسيون لا لين لو سامبول الطريقه ديال الاشتغال بالسباغه سوا لاكريليك ولا الويل ولا ميكس. يعني هذاك الشيء كامل كيبقى يتجمع يعني سنوات واشاك فوا كنحاولوا نخدموا بواحد الطريقه معينه باش نجيبوا عمل جديد للجمهور ديالنا. بالنسبه للسؤال ديالك يعني كيفاش كيبان لي الفن التشكيلي في الساحه المغربيه وهذا بيان سور كاين تحسن وتقدم هذه حاجه عاديه ولكن انا في نظري يعني حتى النصيحه اللي عطاوني الناس يعني اللي عندهم خبره كبار مني وكثر مني ومده زمنيه وناس يعني اجي عليا وهذا في الفن الواحد خصو يسد عليه ويخدم ما يبقاش يشوف هذا ويشوف هذا ويقارن راسو بهذا وهذا. يعني يسد عليه ويخدم والنتيجه راه كتكون الا خدمتي بزاف راه غادي تاخذ بزاف.